مش هذا الرخي البنات. شوفوا لي جبت لكم اختي اللوز ايفيلي، اللوز بودره البنات، اللوز بودر. حاطين لكم اللوز اختي كيجي صاين بالاقشور، اللوز اختي كيجي مهرمش، وكل شيء يا البنات. ديري لوز الاورو 99، هزي اللي بغيتي جوج الاورو 99. الا قلت لك اختي طاري وطاري اختي، شوفوا لي الزيت البنات فيها ايترو، الزيت ديال التورنيسول ديري لها اورو 49 البنات، اورو 49. بارطاجيته معكم ب 12 اورو يا البنات. هاد لافارين هادي سبيسيال مختي ديال المسمن وديال الخبز البنات ب 12 اورو. اليوم اختي دايرين لها 5 اورو 99 البنات، 5 اورو 99 ل 5 كيلو. هذا الرخي البنات كنلقى اليوم، شوفوا لي كيجي اختي كيلو ديال العسل. هذا اختي عسل حر ديال النحل، ها هو البنات شفتوها عسل حر ديال النحل، دير له 3 اورو 99 البنات، 3 اورو 99. فينكم الحاد قالت فين اختي اللي باغي صايب الحلويات؟ شوفوا لي اختي كوكو فيه كيلو يا البنات، كيجي هذا منقي، هذا منقي، وهذا اختي كيجي بالقشور ديالو. ديروا له اختي شوفوا لي الثمن ديالو، جوج الاورو 99 البنات، جوج الاورو 99 الكيلو. عرفتوا البنات والله القسم الى السيده شحال قلتي لي خديتي الكوك دابا من المارشي؟ 2 اورو في المارشي. قالت لي والله بنيتي قالت لي خديته من المارشي بجوج الاورو، جوج الاورو. شوف اختي هنا شحال دايروا له اورو، رخص من المارشي يا البنات، هنا غير اورو 49 فيه 400 غرام. اللي باغا جنجلان يا الاخوات اللي كتقلب على جنجلان، انا اختي جبتو لك عرفتي يا البنات فيها 400 غرام، 400 غرام حاطينه ما شاء الله بكونتيتي كثيره، ديروا له جوج الاورو 99. كاين بزاف ديال الاسئله اختي بشرى، عاد بغينا الدقيق ديال الشعير. انا اختي جبت لكم الدقيق ديال الشعير، وجبت لكم الاخوات حتى النخاله، 5 كيلو ديال البنات ديال النخاله عرفتي، راه ما كتلقيهاش واخا ما عرفتي فين تمشي، حاطين منها كونتيتي كثيره يا البنات. ما عرفت ترخى ولاد وخا يا البنات، اللي باقي ما غداش اللوز اختي، اللي باغي صايب الحلويات ها انتم يا البنات، عرفتي راه كيجي فيه 600 غرام، 600 غرام ديروا له يا البنات غير 3 اورو 79، 3 اورو 79، سارعوا يا الاخوات. اول مره كنلقى هاد الثمن البنات، حاطه لكم السميده اختي فيها كيلو، فيها الرقيقه والغليظه والمويه البنات، عرفتي ديري لها اورو 29، اورو 29 الكيلو. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحة وبألف عافية. خصكم بشرى جات اليوم اخواتي البنات جي الاغ كوماركيت، كنتفاجأ دايرين الاخوات بروموسيون ديال الهبل البنات، عرفتي دايرين دي بروموسيون ديال الهبل. اول حاجة غنبدا لكم البنات بهذا الدقيق هذا، شوفوا لي الاخوات كنت بارطاجيته معكم والله القسم البنات الا بارطاجيته معكم ب 11 اورو 11 اورو يلبس هذا الدقيق سبيسيال مو ديال المسمن اختي وديال الخبز. شوفي لي اختي شحال دايروا 5 كيلو ب 5 اورو 99 البنات، 5 كيلو ب 5 اورو 99، اول مره يا البنات كنلقى بهذا الثمن هذا. الاخوات في كارفور دير 12 اورو 11 اورو 99، هنا اختي غير 5 اورو 99 البنات. هذا سبيسيال مو اختي مسمنات وتصايبي بها البنات حتى الخبز. ديري لكم الاخوات لافاغين البنات الدقيق الكامل البنات، لافاغين كومبلي ها هي البنات فيها 5 كيلو، ديري لها اختي 5 اورو 99 5 كيلو اختي. حاطين لكم البنات لافاغين بلونش، شوفوا يا الاخوات 5 كيلو دير لها 3 اورو 99، عرفتوا يا البنات دير واحد التخفيضات ديال الهبال، 3 كيلو 5 كيلو يا الاخوات دير لها 3 اورو 99. حاطين لكم البنات لاسيمول ديال غوناغ الاخوات، راه فيها الرقيقه والغليظه والموين، دير لها البنات لا بروموسيون، شوفوا لي البنات 6 اورو 99، 5 كيلو يا البنات، البنات 5 كيلو 6 اورو 99 ل 5 كيلو يا الاخوات. السميده ديال غوناغ اختي راه غنيه عن التعريف، المسمن بغرير اختي ديري بها اي حاجه، الحرشه كتجي فيها رائعه يا الاخوات. لكم البنات السميده عرفتي راه ما شاء الله، شوف الاخوات عرفتي راه ما قديتش نصور بالناس عامرين البنات ما شاء الله. شوف الاخوات السميده البنات كاينه فيها الرقيقه والغليظه، دير لها اورو 29 البنات، سارعوا اورو 29 فيها كيلو يا البنات، ما عمري لقيت هذا الثمن. كيلو الاخوات ديال السميده، بغيتي الرقيقه بغيتي الغليظه بغيتي اللي بغيتي، اورو 29. اللوز البنات اللي باقي ما خداش اللوز يا البنات، دير له 3 اورو 79 فيه 600 غرام البنات، 600 غرام ما شاء الله اختي حاطين منه كونتيتي كثيره، 3 اورو 79. ديما البنات فاش كنجي كناخذ من عندهم الكارطو كناخذ لوليداتي شي حاجه واعره واعره اللي كننصحكم بها البنات، 99 سنتيم الموديلات كلهم البنات دير لهم 99 سنتيم الموديلات كلهم. انا كناخذ هذا كيعجب وليداتي، كاين هذا ديال الكراميل وكاين ديال الشوكولا، ما عرفتش فين هو ديال الشوكولا، علم زوينه سويا البنات 99 سنتيم الاخوات، 99 سنتيم. كاين بزاف الاخوات ديال الموديلات كيجيو البنات، هذا واحد لومبالاج ديال البلاستيك والداخل ديالو كيجي هكا حليوات ديال الشوكولا بالكوكا البنات رطاط بين علم زويناتهم 99 سنتيم. البنات شوفوا لي اختي العدس،
العدس دايروا له كندير جوج الاورو 79، ها هو الاخوات دايروا له اورو 99. بروموسيون الاخوات العدس سريعه اورو 99 فيه كيلو. قال لكم الزيت البنات راه ما شاء الله داير لكم الاخوات تخفيضات ديال لبان. والله الاخوات المكازن ما شاء الله عرفتي لقيت صعوبه باش نصور عامره يا البنات. ندير لكم اختي الزيت ديال تورنيسول الاخوات فيه اترو اورو 49، اترو اختي ديال الزيت اورو 49 ما شاء الله بروموسيون ديال لبان عرفتي راه ما شاء الله يا البنات. دايرين اختي بزاف ديال لي بروموسيون. شوفوا لي اختي ها هو كاوكاو ايفيليا البنات ديروا له جوج الاورو 99 فيه 400 غرام البنات. حط لكم اختي اللوز بودر، ها هو الاخوات اللوز بودر ديروا له حتى هو في 400 غرام البنات. ها هي اختي شتا 400 غرام ديروا له جوج الاورو البنات، راه كلشي جوج الاورو 99، كلشي يا البنات جوج الاورو 99. يعني كاين اللوز اللي هزي اللي بغيتي، كاين هذا كيجي منقي حتى هو جوج الاورو 99، كاين هذا كيجي مهرمش حتى هو جوج الاورو 99. حتى من كوكو يا البنات، حتى من كوكو فيه كيلو ما عرفتش البنات شنو الثمن ديال الكاوكاو. هاك هذا ماشي كاوكاو، ها هو حاطين لكم البنات بروموسيون، دابا نقلب لكم على الثمن ديالو. عرفتي راه ما شاء الله دايرين بزاف ديال لي بروموسيون. شوفوا لي هنا الاخوات، هنا دايرين لكم مزهر البنات، ها هو كيجي فيه نص سيترو ديال الاورو 29، نص سيترو البنات ديال مزهر. ها انتم يا الاخوات حاطين لكم العسل وراسمين لكم الشباكيه، قولي فين هي الشباكيه. الاخوات ها هو حاطين لكم هذا العسل هذا بالنسبه للحلويات، ولا داروا له اورو 99 فيه كيلو. حاطين لكم هذا المعجون هذا اختي ديال التمر، هذا هكا تعمري به حليوات تعمري به زوين، هذا راه داروا له حتى هو بنفس اورو 99. كاين هذا الموديل هذا الاخوات، وكاين حتى هذا الموديل هذا، هذا زينب. ها انتم البنات ما عرفتوش معنا شي وحده سميتها زينب، ايوا اختي. اللي معنا زينب تخلي لنا كومونتير اختي. ها هو هذا ديالك اختي، معجون ديال التمر. البنات دير لهم اورو 99، كاينه هاد لامارك وهاد لامارك هادي، هادي اول مره كنشوفها البنات ما نكذبش عليكم، اول مره كنشوفها. لقيت الاخوات حاطه لكم السكر كلاصي دير له جوج الاورو 49 فيه كيلو ما شاء الله. السكر كلاصي فيه كيلو يا البنات جوج الاورو 49. حاطه لكم الزبيبه البنات، هانتوما ما شاء الله الزبيب العشاق اختي الطويجنات الحلوين اللي اختي السفه ما شاء الله، راه داير له اورو 99 فيه نص كيلو يا البنات. نص كيلو ديال الزبيب راه ما شاء الله يا البنات دايرين بروموسيونات ديال الهبل اختي. غير فين ما مشيت تيبانوا لي التيكيتات معلقين، ما عرفتش اختي واش نبدا من هنا ولا اختي نبدا لكم من هنا. واختي راه دخلت او المكازا عامره، فاش كتكون البنات المكازا عامره ما كتكونيش اليز، فهمتي الاخوات يعني استسمحوا صافي الا كنغوت راه المكازا عامره اختي. سمحوا لي وصافي. 4 اورو 99 البنات هذا البرقوق، هذا 4 اورو اختي اللي عشقت وجنات حلوين ما شاء الله كيعجبني انا البنات. اللحم بالبرقوق عالم زوينات ويا البنات، 4 اورو 99 فيه كيلو ما شاء الله كيلو الاخوات. حاطين البنات الكسكسو ديال الغونه كتجي فيها البنات الكسكسو 5 كيلو. ها انتم الاخوات كندير 12 اورو 99، اليوم اختي دايروا له 8 اورو 99. ها هو اختي كسكسو ديال الغونه، فيه الرقاق فيه الغليظ فيه المتوسط، ها هو باردون شوف البنات ها هو كاين المتوسط، يعني انت واللي بغيتي البنات. 8 اورو 99 راه اختي ما تاكلي في الكسكسو. ها انتم يا البنات 5 كيلو ديال الكسكسو ب 8 اورو 99. انا اختي الكسكسو ديال داري ما شاء الله البنات راه عندهم بثمن زوين العام كامل، راه ماشي بخمسه البنات جوج الاورو 99 اختي العام كامل دايرها الثمن هذا. والله البنات الا في بلاصه اخرين دير 3 اورو ايكيلك، يعني و50 و70 كله كي تيدير لي. هنا اختي جوج الاورو 99، كاين البنات فيه كيلو، كاين اختي الرقيق، كاين اختي المتوسط، كاين يعني اللي بغيتي اختي ما شاء الله موجود. كاين البنات عندهم حتى كسكسو ديال البلبوله ديال داري اللي عشاق البلبوله، 3 اورو 99 فيها كيلو. كاين اختي هاد كسكس داغي الاخوات 3 اورو 79، هذا اختي ديال القمح الكامل، هذا راه صحي ما شاء الله يا البنات زوين 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 هذا. حاطينهم البنات باثمنه زوينه. اول مره البنات كنلقى هاد الورقه هذه ديال الرز، شوف البنات كنلقاها هنايا في اف كوماركيت كتجي على هاد الشكل هذا، ما عرفتش البنات حتى الثمن ديالها ما عرفتوش. اول مره كنلقى هاد الموديل هذا، شوف حاطينها ما شاء الله كونتيتي كثيره. شوفوا البنات عرفتي راه ما شاء الله الناس اختي كيهزوا وهما كيحطوا في السلعه. ها انتم البنات الخير موجود يا الاخوات. شوفوا يا البنات العسل، شوفوا يا الاخوات العسل كيجي فيه كيلو يا البنات دير له 3 اورو 99، 3 اورو 99 البنات عرفتي ما عمري لقيتو بهذا الثمن هذا. 3 كيلو اختي كيجي عسل ديال النحل. ها انتم يا البنات ب 3 اورو 99.
كاين هاد المناضل البنات هادو ديال اخواتنا الجزائريين. ها هي اختي ديال الحمود، ها هي دايره لا اورو 99 البنات، اورو 99 كيجي فيها اطرو. عندهم اختي حتى هاواي، ها هي الاخوات اللي عشاق هاواي، جوج الاورو 29 هاواي. كانت عندهم طابومسا البنات، غير ما بقاتش عندهم، كتكون عندهم حتى طابومسا الاخوات اللي عشاق بومس، راه كتكون هنايا في اكو ماركت البنات. واش هذا رخا ولا دوخه؟ ودايرين الكارطونه ديال البنان فيها 5.5 كيلو، 5.5 كيلو البنات، ها هي دايرين ليها جوج الاورو يا البنات، وكارطونه ديال البنان. راه ما تاكلي، راه ما تعصري، راه ما تصايبي اختي في لاطاخت ديال لاطاخت ديال التفاح. والكارطونه بجوج الاورو يا البنات فيها 5 كيلو، 5.5 كيلو ديال البنان. حاطين هاد الطوماط كونسونطري البنات، هاد اختي كتجي فيه 800 غرام، ديروا له اورو 99، 800 غرام البنات ديروا له اورو 99. حطينا البنات حتى هادي كتجي، هادي كتجي يعني كتجي مشويه، سلاطه مشويه، عرفتي راه شي حاجه واعره زوينه كتعجبني. كاينه كتكون حاره وكاينه اللي ما كتكونش حاره الاخوات. هاد الكبيره هادي دير لها 3 اورو 79، وهاد الصغيره هادي دير لها 2 اورو 79 البنات. انا كتعجبني الحاره، عرفتي راه كتجي واعره واعره الاخوات. الاخوات اللي كيقلبوا على الحبه السوداء، هي اختي جبتها لكم، لقيتها البنات حطيناها، مي ما لقيتش الثمن. تكون غير اورو شي حاجه زوينه البنات، هذه الا بغيتي تصايبوها هكا ديروها غير في الزيت البنات وخلوها مرقده، وشقوا بها شعركم، ماسكات للشعر زوينه يا البنات الحبه السوداء. انا راه دايرها والله البنات، الا دايرها واقيلا سبق لي بارطاجيتها معكم. حاطين القرفاع وهذا نتوما البنات، هاد الموديلات هادو دير لها اورو 89، حاطين هاد الموديلات هادو وحاطين هاد الموديلات هادو، فهمتوا؟ حاطين اختي هذيك ماركه وهذه ماركه. كاينه هاد حبه الهيل هذه اللي كتجي في الروز البنات، دير لها 4 اورو 99 البنات، هذه كتجي في الروز 4 اورو 99. حاطين لكم هنا اختي هاد البنات كتجي من مشتقات القرفه، هاد الموديل هذا شفتوا دير له 2 اورو 99. يعني عندهم لي زيبيت، عندهم اي اختي شي حاجه بغيتيها كتجي تقلبي عليها. عندهم البنات حب رشاد هو البنات، ديما كننصح به الاخوات اللي كيرضعوا، تبقاي اختي تفطري بها البنات كيقوي الحليب. حط لك اختي زريعه الكتان، راه ما شاء الله الاخوات زريعه الكتان ديما كننصحكم بها البنات. هذه اختي ديريها حتى لقيت واحد الكرسي البنات وانا نجلس البنات. هذه الزريعه ديال زريعه الكتان كديري بها اختي ماسكات للشعر الاخوات، كتشديها كتغليها في الماء وكديريها البنات ماسك للشعر، كتولي بحال واحد الجيل اختي، كتصفيها بواحد القشره لي باموس. انا ديما هادشي اللي كندير البنات وكنديرها ماسك للشعر ديالي، ولا ديريها غير في دانون وكوليها بالعشق، زوينه للشعر، زوينه للصحه، زوينه لكل شيء يا البنات. ها هي اختي حاطينها لكم، ديري لها جوج الاورو 99، راه ما شاء الله اي حاجه اختي تلقايها هنايا. شوف البنات ها هو سميتو الخرقوم، يعني راه ما شاء الله كل شيء كل شيء عندهم. حاطين لكم البنات هذا السكر هذا سنيده، ديري له اورو 49، كتجي فيها كيلو البنات، سنيده كيلو اورو 49. البنات حاطه لكم الكاوكاو هنايا، اليكم ديال الكاوكاو ها هو اختي اورو 49 فيه 400 غرام. حاطه لكم البنات الكاوكاو ها هو، لقيت له الثمن ديالو، كيجي اختي هذا بحويجاتو، وهذا اختي كيجي منقي. ديروا له البنات 2 اورو 99 فيه كيلو يا البنات، 2 اورو 99. حاطين هذا والكوكا هو خداتو السيده البنات، الكوكا قولي واش راه غير ما طيحيش. هذا الاخوات فيه 400 غرام، ها هما الاخوات 400 غرام ديروا له اورو 49 البنات، عرفتي راه ما شاء الله دايرين بزاف بزاف ديال لي بروموسيون. قلت لكم اختي حتى الورقه اللي بغات تصايب لي سيجار، بغات تصايب بريوات، بغات تصايب اختي بسطيله، عرفتي دايره لها 99 سنتيم البنات. ها هي كيجيو فيها 10 ديال لي فاي، هانتوما الاخوات ما شاء الله هي كتجي على هذا الشكل هذا، 10 البنات 10 ديال لي فاي ب 99 سنتيم. حاطه لكم حتى هذا الموديل هذا، هذا كيشكروا لي بزاف البنات الاخوات هنايا في اخكم ماركت، كيقول لي بوش راه هذا الموديل زوين الورقه بتجربه البنات جربوه. هذا اختي ديروا له نقول لكم شحال الثمن، اول بنات ديروا له بروموسيون اورو 99. هذا اختي راه فيغان، راه حلال ما فيه حتى شي حاجه، شي حاجه زوينه يا البنات. اختي راه ما شاء الله دايرين بزاف ديال لي بروموسيون. كاين حتى هذا الموديل هذا الاخوات، هذه كتشوف نشوف فين هي، هي هذه البنات شفتوها، راه هي دايرين لها 2 اورو 49. بالنسبه للاخوات اللي كيقلبوا على النكهات البنات ديال الحلويات، ها انتم البنات اللي باغات تصايب الحلويات، ها هما راه عندهم دير لهم اورو 59 البنات، ها هما شفتوا دير لهم اورو 59. هذا الموديل هذا دير له اورو 59. عندهم البنات بزاف ديال الموديلات، هادشي ديال الحلويات الاخوات، راه ما شاء الله عندهم بزاف ديال الموديلات. عندهم حتى الجيلاتين البنات، ها هو جيلاتين حلال، الناس اللي كيقلبوا على الجيلاتين البنات، كاين حتى هذا الملون هذا الاخوات شفتوا،
هادو كلهم البنات هادو كلشي اختصاص ديال الحلويات الاخوات. هاد الجيلاتين حلال البنات هاي شتو اللي باغا الجيلاتين اختي راه ديرو له جوج الاورو 49 حتى ما شاء الله بزاف اختي هكا ديال هادشي ديال الحلويات اختي شتو ديرو لكم غير واحد الجوله هنا حاطين حتى هادو كيجيو هكا باش كتزوقي الحلوه اورو 10 شوف البنات ما شاء الله الاخوات اللي كيقلبوا على الجيلاتين حلال انا اختي جبتو لك ها هو البنات حلال الاخوات. بالنسبه للاخوات اللي كيقلبوا على لافارين ديال الشعيره البنات لافارين ديال الشعيره الشعير هاي الاخوات راه كاينه في اخكو ماركت البنات عندهم ديال الشعير عندهم عشيره ما شاء الله عندهم اي فارين بغيتيها كتلقيها عندهم الاخوات الدقيق الكامل عندهم الدقيق نورمال باثمنه البنات انا ما كنلقاش رخص منها هذه البنات راه النخاله هذه راه عندهم النخاله البنات هيا هذه النخاله ماشي بزاف باش جابوها هذه اختي كتجي 5 كيلو ديال النخاله راه البنات ما غاليش ما لقيتهمش معلقين الثمن راه ما غاليش الاخوات كاينه النخاله وكاينه البنات لافارين ديال الشعير كيسولوني عليها بزاف الاخوات راه داير لها غير 5.99 هنا في اخو ماركت فيها 5 كيلو لكم البنات هذا الخبز هذا ديال الطغطيه البنات كتجي هذه تصايبي بها شاورما تصايبي بها طاكوس الاخوات كتجي فيها ما شاء الله نقول لكم راه فيها 18 بياسه البنات 18 بياسه حلال الاخوات دير لها 2.99 جوج الاورو البنات 99 عجبني البنات الخبز ديالهم ما شاء الله الخبز اختي ديال الطبارقه ولا بغيتي تصايبي طاكوس ولا بغيتي تصايبي كاين هذا الخبز هذا البنات كيجيو فيه ثلاثه الاخوات كيجيو هكا دايرين هذا اختي كديري بها ديري بها يعني تاكليها عادي ولا تقدر اختي ديري تصايبي به كباب في الدار ولا زوين زوين ديري له جوج الاورو البنات كاين حتى هذا الموديل هذا اختي حتى هو جوج الاورو كيجيو اربعه البنات فيها اربعه ديال لي بيس عرفتي راه كيحطوه ما شاء الله كيطير انا كيعجبني البنات هذا الخبز عندهم راه غير جوج الاورو تسعود لا غير جوج الاورو البنات قول لي واش راه منين جبتي ديك 99 دو اورو الاخوات حاطين حتى هذا الخبز هذا ديال التواركه البنات شفتو هذا ما عرفتش البنات شحال دايرو له راه ما شاء الله تيعجبني البنات هذا الخبز انا ديالهم شو هادو دايرو لهم جوج الاورو فيهم ثلاثه ديال لي بيس الاخوات اللي كيقلبوا على الصابون البلدي البنات راه هو كاين في اخكو ماركت اول ما دير له جوج الاورو 25 انا كناخذ البنات من المارشي بجوج الاورو يعني ما زايدينش فيه بزاف الصابون البلدي نوار الاخوات بحالو خوخو الاخوات هنا ديروا له جوج الاورو 25 اسم البنات جايبين هاد الطويجنات هادو عرفتي راه ما شاء الله راه عندهم اواني عندهم راه ماشي البنات عندهم غير الماكله هاد الموديل هذا تيجيو طويجنات الاخوات عرفتي ما شاء الله ثقيل الاخوات والله ما قديت نهبطو دير له 38 اورو اول مره كنلقى هاد الموديل هذا عندهم اختي اللي باغي تصايب التسكسو عندهم هاد البنات فليطي من الصغيره اختي حتى الكبيره شو البنات هادي فيها 8 لي تقدر لها 29 اورو اللي خاصها اختي شي برمه هاد الموديل حتى هو اول مره كنلقاه هاد الموديل جديد البنات ما شاء الله مدخلين اواني جديده شوفي البنات انتم ما شاء الله كاين هذا كيجي سربيسة البنات شوف على زوينات سربيسة اختي فيها من الصغيره حتى الكبيره نافوغ 90 عندهم ما شاء الله بزاف ديال الاواني لكم الاخوات الزنجلان الزنجلان البنات شوفوا ليا كتجي فيه اختي 400 غرام دير له 2.99 البنات 400 غرام دير له 2.99 عرفتي ما شاء الله حاطين منه كونتيتي كثيره يا الاخوات 2.99 لكم البنات ها الطاختين هذه البنات ديال الزنجلان ديال الزنجلان الاخوات كنت بارطاجيتها معكم في ليدل ديال كاوكاو الباط اختي ديال كاوكاو هذاك الموديل باش صايبت الحلوى البنات هذه اختي حاطينها لك ديال الزنجلان يعني تاكليها تقدري تصايبي بها حلويات عرفتي راه ما شاء الله حاطينها لك اختي في الكبيره وفي الصغيره وفي الموين شي حاجه واعره البنات راه ما كنلقاهاش بارتو كنلقاها غير هنايا يا الاخوات البنات عرفتي ما شاء الله عندهم اللحم ديالهم علم زوينات وانا ديما يا البنات كناخذ جيت بغيت ناخذ البنات حتى الكبده ديال الدجاج راه قالوا لي زوينه زوينه على حساب لانيمي البنات على حساب ولدي قالوا لي زوينه زوينه انا خديت منها خديت من مركز الاخوات عندهم ما شاء الله تناخذ حتى الكفته عندهم ما شاء الله اللحم ديالهم البنات والله قسم بالله بحال الزبده البنات راه ما اشار ما تيجي حاجه وما ما محتاجينش لي خشي ندير لهم الاشار سلعتهم مشيه والله الاخوات الا راه كلشي كنخلصو بفلوسي كنبارطاجي معكم شنو كناخذ حويجات زوينين عندهم البنات يعني راه عندهم تاكزار كبير ما شاء الله يعني اي حاجه اختي بغيتوها راه تلقاوها هنا اللحم حلال الاخوات زوينه ديالي اختكم بشرى واقفه باغا تخلصي البنات لقيت مع واحد المتتبعه ديالي واخده هاد الورقه هذيك زوينه كتاخذيها من اخكم ماركت قالت لي كناخذها بشرى كندير بها البقلاوه كتصدق لك زوينه ها انتم يا البنات اللي باغي يصايب البقلاوه يجي اختي ياخذها وراها بروموسيون من الفوق بالصحه والراحه حبيبي.